توحيدية. هاي الأديان التوحيدية يعني شنو؟ يعني اليهودية المسيحية الإسلام. اليهودية كم فرقة؟ المسيحية كم فرقة؟ الإسلام كم فرقة؟ هاي الأديان الثانوية كم اتجاه؟ الصينية والهندية لو تحسبهن مولانا تصير مئات إن لم نقول شنو؟ آلاف الأديان والفقه. بينك وبين الله أنت قد من أين عرفت أن الذي أنت عليه هو الحق وهذا كله باطل؟ أنا تقول أنا بالدليل عرفت أن ما أنا عليه هو الحق، والله جهل مو مركب، 70 مركب مولانا. هو أنت أسماءهن ما تعرفين؟ نعم قول بحسب ما أستطيع، هذا الدليل أوصل لي أن هذا لا بد أن أعمل به. تواضع تواضع أعزائي. قلت لك أنا صنفت حتى أوصلك إلى هالنتيجة. بينك وبين الله لماذا عود البوذية باطل؟ ليش؟ شنو تعرف عن البوذية؟ أصلا تعرف بوذا من هو أصلا؟ أصلا كان نبيا لم يكن نبيا، من قال أنه ليس بمن نبي؟ وإذا كان نبيا تقول انحرفت، جيد انحرفت ما مختلف، ولكن أكو مجموعة من الأفكار الحقيقة مو كلها باطل. إذا كانت نبو المسيحية كلها باطلة، لا بعضها صحيحة بعضها باطل. ولهذا لو طلب من الإنسان أن يعتقد بدين بالدليل اطمئن تكليف بما لا يبقى. لماذا؟ من يستطيع أن يعرف كل الأديان حتى ينتخب شنو؟ شو ينتخبه الآن؟ الدين الحق. وكونوا على ثقة، أقولها صريحة، ما أريد أقول 100% ولكن اطمئنوا 99%، إذا ذهبتم وطالعتم 3-4-5 أديان يقينا مولانا بعد لا تستقرون على دين الله. لماذا؟ بين الأدلة وبين الله الأدلة، بعض الأدلة التي يقول صحيحة، وهذه بعض الأدلة ما تصحيح، هذه بعض الأدلة ما تشر صحيحة، وأين الحق؟ تتيه مولانا تتيه. ولهذا الأفضل أن نقول للإنسان بحسب قدرتك العلمية انظر إلى ما يسعك الوصول إليه واعمل به إن شاء الله مقبول منك.